أعتقد أن الملك طالوت لن يفي بوعده مع داود البطل. ولم لا؟ فلقد أصبح اسم داود لا يقل عن أسماء الملوك في بني إسرائيل. لقد حرر الملك طالوت يسا، وهذا يكفي. لا أعتقد أن الملك طالوت سيزوج داود بابنته أبدا. داود أنقذ بني إسرائيل من الضياع يا أم ميكال. وأنت وعدته بالزواج بابنتنا. أيها الملك، ما لي أراك مترددا؟ لا أعرف، هل هذا الوعد هو ما حفز داود على القتال، أم أن لداود خلقا وشجاعة جعلته يواجه أعداءنا دون أن يهاب الموت؟ ما عرفته عن داود أنه فتى نقي يدافع عن الحق، وليس له مآرب غير الحق. أين ابنتنا الجميلة؟ أين ميكال؟ وهل ستوافقين على الزواج بداود؟ ولكنه أنقذ أبي الملك وأنقذ بني إسرائيل وواجه الموت من أجلنا، أليس كذلك؟ بلى يا مولاتي. لا أعرفه، ولكن أعرف أن من يمتلك هذه الصفات يكون زوجاً صالحاً وأباً حنوناً. إذن أنت توافقين على الزواج بداود؟ لم أفكر أن أتزوج بأمير أو ملك، أنا أريد رجلاً بحجم هذا الكون صلاحا، قلبه عامر بالإيمان فقط، هذا ما أريد فقط. كم أنت جميلة يا مولاتي. نحن الملك طالوت قررنا أن نفي بوعدنا، وهذا من شيم الملوك. سيتزوج داود بابنتي ميكال. هنيئا لك يا داود، هنيئا لك. وتزوج داود عليه السلام ميكال ابنة طالوت، واعتمد طالوت على داود في كل حروبه، وظل داود منتصرا لبني إسرائيل من حرب إلى حرب. Thank you.
خيرا علينا يا وزير. نعم، انتصارات داود جعلت منه بطلا في بني إسرائيل، وحسن خلقه يقربه من الناس. فإلى متى الصمت؟ إلى متى الصمت؟ وماذا سنفعل وهو زوج بنت الملك طالوت؟ لابد أن تنقلب عليه كل الأمور. لن تكون ملكا علينا يا داود، لن تكون. لقد علا نجم داود في السماء يا مولاي، وأظن أن هذا يسعدك. لا أدري ماذا تقصد يا وزير. الشعب كله خلف داود، الناس تتحدث عنه ليل نهار. مولاي، قد لا يعجبك قولي يا مولاي، فهو زوج ابنتك. العرش لا يعرف نسبا، والسلطان لا يخضع لعاطفة. ماذا تريد أن تقول يا وزير؟ أرى أن ملكك مهدد يا مولاي. داود يهدد ملكك. لا بد من محاربة داود. لقد سرق الملك لنفسه. لا بد من التفريق بينه وبين بني إسرائيل. مره بمحاربة الكنعانيين، وإن خرج للحرب فلن يعود، وتكون قد استردت الملك مرة أخرى. يا داود، لقد بلغني عن كنعان أنهم عادوا وقد جمعوا جموعهم، فاذهب إليهم وخذ ما شئت من الجند والسلاح. وأطاع داود أوامر طالوت وانصرف للحرب. أعتقد أنها نهايتك يا داود، فالملك لي ولأبنائي من بعدي. وعلم داود أن طالوت قد تغير وعبس في وجهه، فلم يسئ به الظن، ولكن التفاف بني إسرائيل حول داود لم يكن أمرا طبيعيا لملك بحجم طالوت.